بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحمد ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي كل من عليها فان، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان.
معشر الجن والإنس إن استطعتم ما تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت ورددا كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان؟ فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي